واليوم ونحن نمر بذكرى عاشوراء وذكرى شهر محرم من الحرام، عقد المركز الثقافي بالتعاون مع مؤسسة إنجاز مشروع لقاءات الثقافة والمجتمع تحت عنوان الطف ثقافة وبناء، وكان أول النشاطات ومعرض تشكيلي لمجموعة من الفرق الفنية بعنوان صوت الحق. هذا المشروع يتضمن أيضا مسابقة للمقالات الفكرية وندوات حوارية حول موضوعات مختلفة. الغاية من إدامة هذه النشاطات هو الإحساس العالي للمركز الثقافي ولمؤسسة إنجاز البصرة والجهد الثقافي في مدينة البصرة للشباب، يجب أن يظهر وأن تكون هنالك فعاليات مستمرة يواكب من خلالها الشباب عطاءاتهم. هذا المعرض يتضمن شعار مهم يخص هذا الشهر الكريم ويخص معركة الطف باعتبارها ثقافة وبناء. جاءت مشاركة مجموعة كبيرة من الشباب يتمثلون بالشراكة ما بين إنجاز أولاً وشناشيل ورسالة وفن. هذه المجموعات حاولت أن تتقصى حقيقة معركة الطف وتقدمها بشكل فني جمالي مهم. نحن من خلال هذه الشراكة نقول بأن عملنا المشترك سوف يستمر، وخاصة في هذا الشهر المبارك، هذا الشهر الكريم، شهر الشهادة والصدق والإيمان. هذا المعرض التجمع بالمركز الثقافي اللي اسمه صوت الحق، وأنا أنتمي إلى فريق شناشيل، شاركت بعملية اليوم خلفي. طبعا العمل الاول من الوان الاكريليك والعمل الثاني زيتي ماخوذ من صوره فوتوغرافيه مصور احمد الاكرفي. اشتغلت هذا العمل خاص بهذا المعرض، وشاركت بعده معارض، يعني كانت مشاركاتي مختلفه، بس بالنسبه لهذا المعرض كان للاعمال الحسينيه واعمال واقعه الطف. يعتبر هذا المعرض من المعارض المهمه في البصره، وبالأخص في قصر الثقافة والفنون التابع لدائرة العلاقات الثقافية لوزارة الثقافة والسياحة والآثار. معرض يشكل جميع اللوحات وجميع المواضيع المختلفة في مناسبة يوم الطف، حقيقة بين مختلف المدارس وكذلك مختلف الخامات اللي استخدموها الشباب. وإن شاء الله في قصر الثقافة والفنون احنا من جانبنا أن نحتضن هكذا شريحة من الشباب ونعمل لهم إن شاء الله دورات خاصة لتطوير إبداعاتهم الفنية. مجموعة تجمع رسالة فن تضم مجموعة من الفنانين، هدفنا مشاركتنا كانت هي ذكرى وإحياء ذكرى الإمام الحسين، والحمد لله والشكر ربي المعرض نجح بالاشتراك، وبهاي الفكرة راح نجسد ونحيي نبض الإمام الحسين. وطبعا تجمع رسالة فن هذا ثاني نشاط لها، الأول بنقابة الفنانين بداية شهر الواحد اللي كان هدفنا منه نشر السلام. اشتركت في معرض صوت الحق ولدي عدة أعمال، واشتركت في معارض عدة، وشاركت في لوحتين في يختصر في الرسم الزيتي، واسم لوحاتي صوت الحق، مثل الصوت والنداء الذي أدى إلى صوت المظلومية الحسين في كربلاء، وعدة ألوان أيضا وخامات، والقياسات أيضا متعددة، ليس المعرض التزم بقياس واحد وإنما عدة قياسات، أيضا لوحات رمزية تخص فاطمة الزهراء عليها أفضل السلام. السلام عليكم، احنا اليوم مجموعة من الفنانين حبينا نشارك بهذا المعرض في قصر الثقافة والفنون. هدف هذا المعرض تحفيز الطاقات الشبابية لعرض أعمالهم، سواء رسم بالرصاص أو رسم زيتي أو الخط.